تحديدا لدعوتك، وأشير إلى أنني أرحب بهذه العزيمة. شكرا جزيلا لهذه الدعوة، شكرا جزيلا. إن قوة علاقتنا هي مصدر القيم المشتركة التي نعتمد، هي توحدنا في محاربة الإمبريالية في الحرب العالمية الأولى، ثم في محاربة النازية في الحرب العالمية الثانية، وهذا ما وحدنا مجددا مع تحديد ستالين. والآن نحن نرتكز على هذه الصداقة القوية لنواجه الإرهاب سوية، فعلينا لبرهة لو أردتم أن ننتقل إلى الماضي، أن نعود إلى الوراء. نتذكر الرابع من يوليو حزيران في العام 1916، لم تكن أمريكا قد دخلت في الحرب العالمية الأولى، ولكن كان هناك المزيد من كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أمام الكونغرس. سيكون مع الزميلة رنا أبطل مراسلتنا من الكونغرس التي سيستضيفها الزميل نشوان حسين بعد قليل في النشر. لدي ميعاد مع الموت، هذا ما كتبه. اسم هذا الأمريكي الشاب كان ألان سيجر، الذي يقف تمثاله على شرفه في فرنسا. منذ عام 1767 الشعبين الأمريكي والفرنسي كان لديهم موعد مع الحرية وعلى كثير من التضحيات، ولهذا السبب فإننا موجودون اليوم، وهنا روبرت جاكسون، إنه من قدام محاربي الحرب العالمية الثانية، لقد حارب في هذه الحرب، قاتل من أجل حريتنا منذ 74 عاما. أنا أشكركم نيابة عن فرنسا، أنحني أمام شجاعتكم وتفانيكم. في السنوات الأخيرة أمتنا عانتا من الكثير بسبب قيمنا وذوقنا من أجل الحرية وتوقينا إليها، لأن هذه القيم هي التي يكرهها أولئك الإرهابيون. وبشكل كارثي في 11 من سبتمبر من عام 2001 الكثير من الأمريكيين كان لديهم موعد غير متوقع مع الموت، وفي السنوات الماضية بلدي وأوروبا كذلك تعرضوا لهجمات إرهابية قاسية، ولا يجب أن ننسى إطلاقا الضحايا الأبرياء. هذا ثمن باهظ ندفعه من أجل الحرية ومن أجل الديمقراطية، ولهذا السبب أن نقف جنبا إلى جنب في سوريا واليوم ونحارب ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى لتدمير كل شيء نقف من أجله. لدينا عدد من مواعيد مع الموت، لأننا لدينا توق إلى الحرية ونحو الديمقراطية. As emblazoned on the flags of the French revolutionaries, ترفرف أعلام الثورة الفرنسية. Live free or die. هناك مثل: إما عش حرا أو مت. Thankfully, freedom is also the source of all. ومن حسن الحظ أن الحرية تستحق العيش من أجلها. And to love. الحرية تدعو إلى التفكير والحب.
إلى تحرير إرادتنا. ولهذا السبب في أيام السلم فإن فرنسا والولايات المتحدة تمكنتا من كسر الحواجز الكثيرة من الذكريات المؤلمة والخروج من أكثر الأوقات التي كانت عصيبة بالنسبة للبلدين، وأعطت السبب لشعبنا ليتقدم، لشعبنا ليتقدما. ومع ذلك فإن مجتمعينا تقفان من أجل حقوق الإنسان، فقد انخرط مجتمعنا في حوار من أجل ذلك. وفي هذا المبنى قال لوثر كينغ كلماته أو تم اغتياله منذ 50 عاما، ويذكرنا ذلك بالقادة الأفارقة الأمريكيين والكتابهم والذين أصبحوا من ميراثنا الثقافي لبلدينا، جيمس بالدوين أيضا وريتشارد وايت. نتشارك تاريخا من الحقوق المدنية. فرانس أصبح رمزا للتساوي في أمريكا في السبعينيات، وأيضا بشأن حقوق النساء كانت محركا لمجتمعينا على طرفي الأطلنطي. وهذا يشرح الأحداث التي جرت في فرنسا. فالديمقراطية مصنوعة من حوار متواصل يومي وتفاهم بين المواطنين، وتتعمق الديمقراطية حين يكون لدينا المقدرة على الحديث باللغة الآخر. هناك كثير من الفرنكوفونيين في الولايات المتحدة من سياتل إلى الطرف الآخر من البلد. الديمقراطية أيضا موجودة في الرغبة للتوقيع والتطوير إلى المستقبل. آلاف من الأمثلة تتبادر إلى الذهن حين نفكر بالتبادل الثقافي بين بلدينا عبر القرون، من توماس جيفرسون الذي كان سفيرا في فرنسا وبنى منزله في موتشيلو، to Hemingway's novel Movable Feast celebrating the capital city of France, from our great 19th century French writer Chateaubriand. إلى شاتوبريون هذا الكاتب الذي جلب الشعب الفرنسي وفتح أمامه الأحلام. To Faulkner's novels crafted in the deep south. But first, إلى الجنوب، لكن قبل كل شيء. They quickly gained literary praise from jazz. Coming from Louisiana and the blues from Mississippi. الحلم من خلال القصص والروايات، وهذه الرواية التي كانت تقرأ في فرنسا كانت من لويزيانا والميسيسيبي، وهذه الحماسة from cinema to fashion والانبهار بالأمريكيين وما يتعلق بال أمس المعاصر، فهذه الأمثلة موجودة في الكثير من المجالات، في الفن والتصميم وفن الطبخ والرياضة. والفنون التصويرية والاختراعات، وهذا أيضا أمر مهم. ومن تاريخنا المشترك والمسألة الاقتصادية التي خلقت هذه الآلاف من الوظائف على ضفتي الأطلسي، إن تاريخ فرنسا وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية هي تاريخ حوار دائم قائم على الحوار من أجل الكرامة، وهو أفضل إنجاز للمبادئ الديمقراطية. هذه هي علاقتنا، هذا ما يمثلنا. But we must remember the warning of President Theodore Roosevelt. Freedom is never more than one generation away from extinction. ولكن علينا أن نتذكر ما حذر منه مسبقا، فإن الحرية هي ليست فقط جيل واحد، نحن
ينبغي أن نستمر في حماية الديمقراطية ونقلها إلى الأجيال التالية ليقومن بنفس العمل. هذا يذكرنا بقوة بأن الآن وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية وإلى علاقاتنا الخاصة، إن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عليهما أن يواجها التحديات الدولية، ونحن لا ينبغي أن نسكت على هذه النتائج، فعلينا أن ننجح في مواجهة هذه التحديات، ولن ننجح في ذلك من خلال نسياننا لمبادئنا. ففي الواقع إن القرن 21 جاء بتحديات ومخاطر جديدة، حتى أن لم نكن نتصورها ولم نتخيلها، وخاصة فيما يتعلق بامتداد النظام العالمي الجديد. والمجتمعات هنا حريصة على أطفالها، ونحن المنتخبون رسميا كلنا نتشاطر المسؤولية من أجل إظهار أن الديمقراطية هي أفضل نتيجة للإجابة على هذه الأسئلة وهذه الشكوك المطروحة اليوم. وإن زعزعة هذه المبادئ، ولكن علينا أن نعمل أن نحافظ على هذه المبادئ. ونحن أيضا على عاتقنا مسؤولية أخرى، ومن تاريخنا اليوم أن المجتمع الدولي بحاجة إلى بناء النظام الدولي للقرن 21 القائم على المبادئ التي بنيناها بعد الحرب العالمية الثانية، وهي سيادة القانون، السلم، والذي تم حمايته لمدة 70 سنة. فهناك تشكيك بهذا الأمر، وهذا يستلزم عملا مشتركا معا ومع الشركاء والحلفاء الدوليين. نحن نواجه عدم المساواة في إطار العولمة والتهديدات لكوكبنا والهجمات على الديمقراطية من خلال الابتعاد عن الليبرالية. وكل هذه المخاطر يعاني منها مواطنون في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا. نحن نعيش في فترة غضب وخوف بسبب هذا التهديد العالمي، ولكن هذا لا يمكن له أن يبني كل شيء. نعم، نستطيع أن نتلاعب ونلعب بالخوف والقلق، ولكن لا نستطيع البناء. إن الغضب فقط يقوم يعمل على تجميدنا. إن الأمر الوحيد الذي يجب علينا أن نخشاه هو الخوف بحد ذاته. Therefore, let me say we have two possible ways ahead. We can choose isolationism, withdrawal, and nationalism. نحن لدينا طريقان أو أمامنا طريقان، إما أن نختار الانعزالية أو الانسحاب والقومية المتشددة. هذا خيار. It will not douse but inflame the fears of our citizens. We have to keep our eyes. لهذا الباب لن يوقف تطور العالم، وإنما سيؤدي إلى تجيش مخاوف مواطنينا. فعلينا
أن نبقي أعيننا مفتوحة للنظر في المخاطر التي نواجهها. أنا على قناعة في أننا إن قررنا أن نفتح أعيننا سنكون أقوى وسوف نتجاوز المخاطر ولن نسمح للنزعات القومية بأن تهدد العالم وتهدد الازدهار. هذه لحظة حرجة إن لم نعمل بسرعة كمجتمع دولي، فإنني على قناعة بأن مؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والناتو لن تستطيع أن تواصل عملهما وأن تحافظ على نفوذها، وعندها سوف نقوض النظام الليبرالي الذي بيناه منذ الحرب العالمية الثانية. كل القوى واستراتيجيتها وطموحاتها سوف تنهار ولن تتردد قوى أخرى في فرض نماذجها لنظام العالمي الجديد في القرن 21. أنا شخصيا فإنني لست معجبا بالقوى الجديدة التي تعتبرها أو تعتمد على النزعات القومية. Therefore, distinguished members of the Congress, let us put them aside. Write our own history and birth. ولهذا we want. أيها الأعضاء الموقرون، دعونا نكتب تاريخنا ونبني المستقبل الذي نرغب به. فعلينا أن نقدم ردودا مشتركة للتهديدات العالمية التي نواجهها، والخيار الوحيد هنا هو أن نعزز تعاوننا. يمكننا أن نبني نظاما عالميا للقرن 21 انطلاقا من التعدد، وكذلك من التعددية المتينة والقوية، وهذا يتطلب أكثر من أي وقت مضى أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورها الحاسم في الحفاظ على العالم الحر. فالولايات المتحدة هي التي اخترعت البعد المتعدد الأطراف، وأنتم اليوم ينبغي أن تساعدونا على صون هذه التعددية ولا إعادة التفكير به. This strong multilateralism will not outshine our national cultures. لن نعرض ثقافتنا وهويتنا الوطنية للخطر، وهذا ما يجري حاليا. التعددية ستسمح لثقافاتنا ولهويتنا بأن يتم احترامها ويتم حمايتها ولأن تزدهر بشكل حر معا. لماذا؟ لأن بالتحديد إنها ثقافاتنا تتركز على طرفي الأطلسي، على هذا الذوق الفريد للحرية وعلى هذه الانجذاب للحرية والسلام، وهذا هو مكمن التعددية. وهذا بذلك نقدر على التنافس والتعاون عن طريق ثقافتنا وهويتنا مع الرئيس الأمريكي وبدعم من كل أعضاء هذه الجلسة الذين يمثلون كل الأمة الأمريكية. نستطيع بشكل نشط أن نساهم معا لبناء القرن 21 معا من أجل شعبينا. الولايات المتحدة The
الولايات المتحدة وأوروبا لديها دور تاريخي في هذا الصدد، لأنها الطريقة الوحيدة للدفاع على ما نؤمن به، عن ما نؤمن به، والترويج لقيمنا، والتأكيد بقوة على أن حقوق الإنسان وحق الأقليات والحريات المشتركة هي الجواب السليم لما نريده. I believe in these rights and values. أؤمن بهذه الحقوق وبهذه القيم، وأنا أؤمن بأننا في وجه الجهل ثم لدينا التعليم، وفي وجه الظلم لدينا التنمية، وفي وجه التردد لدينا الاعتقاد الراسخ، وفي وجه الأمراض لدينا الأدوية، وفي وجه التهديدات على الكوكب لدينا العلم والعلوم المختلفة. أنا أؤمن بالعمل الملموس، وأؤمن بأن الحلول موجودة بين أيدينا، وأؤمن بتحرير الفرد وبالحرية، بحرية الجميع ومسؤولية الجميع في بناء حياة كل فرد وتحقيق السعادة. I believe أنا أؤمن in the power of intelligently regulated market بقدرة الاقتصاد، اقتصاد السوق، ونحن أيضا نحن نعيش ينبغي نواجه إذن العولمة بالابتكار والإبداع، وذلك لمواجهة من يسيئون استخدام العالم الرقمي لتهديد ديمقراطياتنا. أنا أؤمن بأن مواجهة هذه التحديات لا ينبغي أبدا أن يواجه بفرض المزيد من القوانين، وأن الحروب التجارية ليست الرد المناسب لهذا الوضع. نحن بحاجة لتجارة حرة منصفة تعود بالخير على الجميع. إن الحروب التجارية التي تضرب بين الحلفاء ليست مندرجة لا في تاريخنا ولا في مهمتنا ولا في التزامنا من أجل الأمن العالمي، وإنما ستؤدي إلى تدمير فرص العمل والصناعات، والشعب والمواطنون سيدفعون ثمنها. أنا على قناعة بأنه يمكن توصل للحلول المناسبة لمواجهة التحديات التجارية من خلال التفاوض عبر منظمة التجارة العالمية وتعزيز ووضع الحلول التعاونية. لقد وضعنا نحن هذه القواعد وعلينا أن نتبعها أيضا. أنا أؤمن بأننا يمكن أن نتعامل مع قلق مواطنينا فيما يتعلق بالحياة الخصوصية وسرية المعلومات، ومؤخرا ما حصل مع فيسبوك أظهر ضرورة النهوض بالحقوق الرقمية والسرية في عالم اليوم الرقمي، وإن الاتحاد الأوروبي قد وضع توجيها جديدا في هذا الصدد. وأنا على قناعة من أن الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يتعاونا من أجل تحقيق التوازن بين الابتكار وبين الحقوق، والنهوض أيضا بكل ما له علاقة بالبيانات الرقمية وبالذكاء الاصطناعي.
أنا أؤمن بأن مواجهة الظلم ينبغي أن يدفعنا لتنسيق السياسات في مجموعة العشرين من أجل وضع آليات لصون مصالح الطبقات الوسطى، لأنها هي العمود الفقري للديمقراطية. أنا أؤمن أن ببناء مستقبل أفضل لأطفالنا، مما يتطلب كوكبا لا يزال قابلا للعيش به بعد 25 عاما. البعض يظن أن الحفاظ على الصناعات وفرص العمل له أولوية على الحفاظ على الكوكب. أنا أتفهم ذلك، ولكن دعونا نتوصل إلى عملية انتقال سلس نحو اقتصاديات وصناعات منخفضة التي تؤدي لانبعاثات منخفضة لغازات الكربون. فما معنى الحياة إن قمنا بتدمير كوكب الأرض وإن ضحينا بمستقبل أطفالنا؟ ما معنى الحياة إن كانت قراراتنا ستؤدي إلى تخفيض إمكانية عيش أطفالنا وأحفادنا؟ إن تلويث المحيطات وعدم مكافحة انبعاثات غاز الكربون وبتقويض التنوع البيولوجي، فإننا سندمر العالم وستندمر الكون والكوكب.